هيدي الخيمة الصغيرة اللي شايفينها هيدي هي مصدر عيشنا وعم نسترزق منها. هم نبيع بطيخ وهم نبيع حمص وهم نبيع الفول والعرانيس والتقمص. نحن رايحين عند داليا هالصبية الحلوة اللي قررت توقف حد بيها وتساعده. داليا بتفتخر انها بنت بياع العرانيس. خلينا نتعرف عليهم سوا. مرحبا واضح، أنا اسمي داليا، عمري 21، عم بدرس أول سنة جامعة أعلام، وأنا بشتغل مع بيي بهيدي الاستراحة. أنا هم الوحيد إنه كون عم ساعد بيي، لأنه قدم لي كتير من قبل وبعده لهلأ عم بيقدم لنا. أنا فخورة إني بنت بياع العرانيس، والشغل مش عيب، العيب إنه نمد إيدنا على الحرام أو نطلب من حدا شيء. هلأ داليا حتخبرنا بالضبط كيف بتحضر. هيدا فول مدمس، هيدا بيكلوه مع كمون وحامض. يلا ملح كمون. هيدا المحل بيعني لي كتير، في ذكريات خاصة في أنا وخي الله يرحمه، كمان كتير في ذكريات. بس الزبونات كتير يكونوا لطيفين معي، ما بتذكر إنه شي مرة ضيقت حدا ضيقني بشي كلمة أو بمعاملة، بالعكس بيكونوا كتير محترمين ولطيفين. خبرنا أنت زبون هون؟ إيه دايما بنجي عند داليا. شو رأيك بشغل داليا؟ كلنا بنشجعها مش غلط، بتشجع كل الصبايا لازم، ونحن بتشجعنا إلنا كمان. خلينا داليا ست الكل. داليا داليا بلشت يعني بالعشر سنين 12 سنة. داليا هي وخيها مطرحي هون، وداليا يا يعني كل البنات مثلها بيشتغلوا مثل ما بتشتغل داليا، وكل واحد هيك عنده بنت يتركها تروح تشتغل بنشاط بحيوية. يعني قد ما فيي علمتهم عرفت كيف، وهني صار هي صارت تساعدني لنكفي علمها وتعمل صحفية، بدي كفي لها علمها لو بدي بيع بيتي. أنا بشجع كل بنت أو كل شاب برموا على الشغل، أكيد حيلاقوا، مش يقعدوا ويقولوا إنه ما في شغل، لازم تتعب لتوصل. Thank you داليا. أهلا وسهلا. Thank you، انبسطنا فيك كتير. وأنا بالأكثر. وإن شاء الله بتضلي هيك بهيدي القوة. وضل عندك هيدا الروح الحلوة والضحكة الحلوة، وإن شاء الله كل الصبايا والشباب يتشجعوا إنه يشتغلوا إنه يكافحوا. فتانك يو، وأنا كتير بدي أتشكري. بدي أتشكري. تانك يو، ونشوفكم قريبا. باي باي.